مرحبا. الدرس الرابع من أساسيات الكروشيه حيكون غرزة المنزلقة. غرزة المنزلقة هي اللي دائما نقفل فيها الشغل في الكروشيه، فأنا رح أعلمكم هي غرزة المنزلقة. رح أدخل إبرتي، رح أدخل إبرتي في أول غرزة، حلف الخيط على الإبرة، حطلع إبرتي من الغرزة، وحطلع إبرتي كمان من الغرزة اللي موجودة على الإبرة. هذه هي غرزة المنزلقة. غرزة المنزلقة حدخل إبرتي في السلسلة، هذه السلسلة حدخل إبرتي فيها، حلف الخيط على الإبرة، حطلع الإبرة من الغرزة، وراح أطلعها من الغرزة اللي موجودة على الإبرة. حعيد تاني، غرزة المنزلقة حدخل إبرتي في الغرزة اللي بعدها، حلف الخيط على الإبرة، حخرج الإبرة من الغرزة، وأخرجها من الغرزة اللي موجودة في اللي كانت موجودة على الإبرة. حدخل إبرتي في الغرزة اللي بعدها، حلف الخيط على الإبرة وأخرجها من الغرزة، وأخرجها من الغرزة اللي موجودة على الإبرة. هذه هي غرزة المنزلقة. حعيد، حدخل إبرتي في الغرزة، حخرج إبرتي من الغرزة، وأخرجها من الغرزة اللي موجودة على الإبرة. حدخل إبرتي في الغرزة، حلف الخيط، أخرجها من عندي صار غرزتين على الإبرة، حخرجها منها. حدخل إبرتي في الغرزة، حخرجها منها، حخرجها من الدائرة الموجودة على الإبرة. حدخل إبرتي وأطلعها الشكل. أنا عملت غرزة المنزلقة اللي بقفل بيها شغلي دائما. أشوفكم في الدرس الخامس.